يلا خلينا نشوف. ايه شو بدنا نساوي؟ شو رأيك نتفرج على شي فيلم؟ بصير. شوفي كأنك مو مبسوط. استغربت كثير من موضوع الخطبة، ما عم بقدر اتخيل اختي ومهند مخطوبين. مو هيك يا ماتموزيل؟ كأنه هالشي صار مثل الكذب مو مثل الحقيقة. بعتقد انك عم تغار على اختك. يا حرام يا حرام. طبعا لا، ومهند كمان مثل اخي، ليش بدي غار؟ برأيي يساووا العرس بأقرب وقت، لا تخليهم يطولوا. انت شو رأيك عدنان بيك؟ هلا ما عم اقدر افكر بشي لانه كل شي صار بسرعة. بنشوف، خليهم هلا يتعرفوا على بعض. حضرتك عم تقول خليهم يتعرفوا على بعض؟ مو هن اتنين ربيانين سوا وبيعرفوا بعضهم منيح؟ كلامك مزبوط، بس هن بيقرروا هالشي. أنا من هلأ صرت عم فكر بعرس هالسنة. أكيد عم بتفكري شو بدك تلبسي، ما هيك؟ مزبوط. سمر موبايلك. هاي بيسان. ألو سمر، وينكم؟ على الطريق. وأنتو؟ نحن وصلنا، وأول ما فتنا طلع بوشنا حلمي أونال. الأعصاب متوترة. يلا تعالوا بسرعة، عم نستناكم. ماشي حبيبتي، لا تاكلي. خير؟ شوفي عم بتقول تعالوا بسرعة لأنه حلمي بلش يضايقهم. الحقير راح قدام كل الناس، ما هيك؟ بترجاكن، ما بدي حدا يحكي معه أي كلمة. لا تاكل هم، اليوم ما حدا راح يقدر ينزعلنا فرحتنا بنوم. سمر، ليش ما خبرتيها لبيسان؟ قلت بلكي هني حابين يخبروها. هذا اليوم إلهم، خليهم هني يعملوا المفاجأة. إيه الحق معك حبيبتي. عن جد عجبك الخاتم؟ إيه كتير. ما عم صدق إنه خاتمك بإصبعي، عم بلمسه وعم قول يا ترى هالشي صحيح؟ مثل السحر. وقعنا بالألعيبة اللي عملتها فيروز خانو. هاد مو لعب يا نهال. طيب امتى حسيت بهالشي؟ يعني امتى اكتشفت شعورك اتجاهي؟ ما بعرف، أكيد ما قررت الزواج مني هيك فجأة. يعني الإنسان بالأول بيحس بالحب وبعدين بيحب يتأكد من هالشي. إمتى بلشت تفكر فيني لأول مرة؟ يعني أنت كنتي بحياتي دائما. ما بعرف، بالنسبة إلنا ما في شيء اسمه أول مرة. بعتقد حسيت بهالشي لما انت بلشتي تحسي فيي.